يلقطك كلمات حجي مسنع اللي يحجي ليقلد له انسان شنه ويا حجي ليثني استاذ الصال بالميدان وانا الجندي تربيته بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا نبالي هي عوا بينا زيفا قد لاح ارثا صب البلا اخذنا شمسا بين الظلام قتلنا خلافا لاجل السلام لا نخشى شيئا جند الشجاع هذه عقيدتي خصم الكلام هذه عقيدتي خصم الكلام لا لا تقيد حب البتول بكسر ضلوع زهراه نور كيف تقول عاشت خضوع لم لم تلحج اللي بخير والمو خير ذبيته كفكم سالفة الأضلوع عليك أحزامي شديته أستاذ الصال بالميدان وأنا الجندي تربيته نشف كل حكي التاريخ وشركم فوق تاليته وشركم فوق تاليته سنين بس تضحك علينا هنا أنا حدك كافي عرفة من سديت حلقك ردي كل شواف أنصار 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 سرنا بدرب فيه شموخ نأبى الخضوع سرنا بدرب فيه شموخ نأبى الخضوع في أي موقف يعم الظلام نشعل شموع في أي موقف يعم الظلام نشعل شموع كم قالوا عنا أنتم ضلال وقلنا نحن نحيي المحال أصوات نصر تعلو بنا لنملك شموخا هد الجبال تاريخ يشهد تدليس نهج ثار الحروب لكن جئنا ننفض غبار النضو الدروب لكن جئنا ننفض غبار النضو الدروب استاذي لقطت كلمات حجي مسنع اللي يحجي بين كل دغش شفاه لكن كل دغش ما بي ريح استاذي وانتم نار موقتكم شرط يطفي ليقلد له انسان شنه ويا حج ليثني ليقلد له انسان شنه ويا حج ليثني بصوم بقلب اللي صرت الواهي بسنين افيده نصرة المهدي سبيله كل شل المهدي هده انصار انصار نموت نحيا عن الحقيقة
طريقتي لا لن نميل. ناغض طرفا لما فعلته لا مستحيل لا مستحيل. رهبان حق عند الصعاب ليوث مجدي لا للنار. من قال عنا نخشى الكلام أخرسنا قوله مثل الشهاب. خدعت جيلا تطعن بحقد عرض الرسول لكن جينا نرفض بعزم لما تقول. لكن جينا نرفض بعزم لما تقول. وين مشامرك عالناس شنه وياي شو سكتة؟ لا قادر ترد اشكال لا راضع للي طرحته. ذاك الباب والمسمار غلز وينسى سالفته. جدك ناس مو عالبال تبني اللي انت فلشته. جدك ناس مو عالبال تبني اللي انت فلشته. منين ما تطلع اجيلك حيلة خلص عليكم. منين ما تطلع اجيلك حيلة خلص عليكم. وابقى فلش كل حاجيكم والذي اللي راعيكم. انصار انصار بأعلى صوتك انصار. موت نحيا عن الحقيقة لا لن نميل. نغض طرفا لما فعلته لا مستحيل. رهبان حق عند الصعاب ليوث مجد لا لن نهاب. من قال عنا نخشى الكلام أخرسنا قوله مثل الشهاب. خدعت جيلا تطعن بحق دين عرض الرسول لكن جئنا نرفض بعزم لما تقول. وين مشاطرك عالناس شنه وياي شو سكتة؟ لا قادر ترد اشكال لا راضع لين طرحته. ذاك الباب والمسمار غلس وانسى سالفته. جدتك ناس مو عالبال تبني اللي انت فلشته. جدتك ناس مو عالبال تبني اللي انت فلشته. منين ما تطلع اجيلك حيلة خلص عليكم. وابقى فلش كل حاجيكم والذي اللي راعيكم. وابقى فلش كل حاجيكم والذي اللي راعيك. انصار انصار يا عذرا يا رسولا قد أوجعوا. مولا يا عذرا يا رسولا قد أوجعوا. سأولي عرضك وأنت بقبرك قد قتلوا. لما طعنتم خير النساء لما جرحتم نور السماء. هل هذا فعل يرضي الإله؟ مات الإساءة تعني الولاء. لكن جند سوف نضحي للمصطفى. نرد الإساءة من أي شخص عليه اعتدى. نرد الإساءة من أي شخص عليه اعتدى. مو صاحي نرد الصاع عشر الخاطر عيونك. شلون اهدى واغمض العين والوادي يسيولك.
الموزين يحجونك هي بلوى وشحشيش اذكركوني لتحاكي نظيف يطعين بعرض الرسالة والله حتما مو شريف هي بلوى وشحشيش اذكركوني لتحاكي نظيف يطعين بعرض الرسالة والله حتما مو شريف انصار 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 مولاي عذرا يا رسول قد اوجعوك ساهون عرضك وانت بقبرك قد قتلوك لما طعنتم خير النساء لما جرحتم نور السماء هل هذا فعل يرضي الاله مات الإساهة تعني الولا مات الإساهة تعني الولا لكن جند سوف نضحي للمصطفى نرد الإساءة من أي شخص عليه اعتدى صاعي نرد الصاع عشر الخاطر عيونك شلون اهدى وغمض العين والوادم يسئوله يصعدوا باسمك ويحجون ورفزه وتالي معون هوين البلشرف مطعون بالموزين يحجونه هوين البلشرف مطعون بالموزين يحجوني هي بلوى وشحشيش اذكر كوني للحاجي نظيم يطعن بعرض الرسالة والله حتما مو شريف انصار انصار الكلام للموفق علي البغلاني